عزيز حميد يقف بجانبي الكابتن اللي ممكن ذا الايام الهلاليين شغلهم اسم الكابتن سالم. مباراه مهمه، مباراه قويه في الشوط الاول وهم كاملين قدرتوا تجيبون هدف، مع النقص الان ما قدرت تسجل هدف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. شيء يعني مستوى الحمد لله، يعني ان شاء الله يرضي الجمهور والنادي. نادي الفوز هذا ان شاء الله النادي وجماهيرنا، وان شاء الله نحسن لاحسن، نقدم مستويات احسن. بالنسبة ان اليوم مكملين جبنا هدف الحمد لله، يعني بفضل ربنا يعني. بس يعني ككلام المدرب قالوا ان امسك كورة، الحمد لله مسكنا كورة وقدمنا مستوى يعني، بس مع ربي يعني كتب لنا يعني الهدف الثاني. بس الحمد لله يعني قدمنا مستوى كويس وفزنا بالهدف وفزنا بثلاث نقاط اهم شيء. الاهلي الى الان ترى هناك يعني 0-0، ما جت الاخبار الجديدة، ممكن تكونوا متصدرين ان شاء الله. احنا نطمح اول شيء للصدارة والفوز، ويعني دائما معودين يعني جماهير الهلال بالفوز يعني وثلاث نقاط، وان شاء الله هالموسم ان شاء الله نقول لهم ان شاء الله باذن واحد احد ان البطوله باذن واحد احد ان شاء الله. على الصعيد الشخصي هالايام ممكن كثر الجمهور الهلال يردد اسم الكابتن سالم الدوسري، تعي هذه المسؤوليه ولا ممكن في لاعبين كثر الان ربما الغرور ممكن افسد مسيرتهم الرياضيه، كيف تتعامل مع هذه الصخب؟ والله الحمد لله يعني انا زي ما انا يعني ما راح اتغير ان شاء الله، ولا يعني في اي حاجه يعني تغيرني يعني مهما سواء كوره او حاجه، لا بالعكس انا يعني سالم الدوسري نفس ما انا، وان شاء الله اقول لهم ان شاء الله في كل مباراه ان شاء الله تشوفون الاحسن مني باذن واحد احد. طموحك؟ طموحي ما يوقف ان شاء الله، طموحي ان شاء الله فريق اول في النادي الهلال اساسي، ومنتخب ان شاء الله فريق اول اساسي ان شاء الله، وما يوقف باذن واحد احد. كابتن سالم شكرا لك. الله يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه. مباشره في الجهه الاخرى الى زميلي عبد العزيز الحميد وضيف من طرف الفريق الاتفاقي.